أعلن عن موعد الزفاف. شاهدوا المزيد من التفاصيل. كشف زياد أبو شعر عن موعد زفاف أخيه فراس وحدده به بعد يوم أو يومين. وأيضا قام زياد أبو شعر باستقبال أخته تالا ووالده. يا صباح الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ يسعد صباحكم. في طريقي إلى المطار لأنه في حدا مهم جاي من المطار لموضوع مهم رح يصير بعد يومين أو يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، ما بعرف. فراس بده يحكي. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted. أيضا عائلة غيث مروان كشفت لما إنه في شخص كتير مهم راح يجي اليوم عشان يحضر عرس غيث مروان وسارة. وأيضا فمباشرة بعد عرس فراس ورن راح يكون عرس غيث مروان وسارة. أترككم على ستوري رأيكم بخصوص هذا الخبر. طبعا يا جماعة هذا الحماس كله مو عشي فاضي، هذا الحماس كله لأنه في حد اليوم راح يجي. صلي تقريبا 12 سنة ما شفت هذا الشخص أو هاي الشخص. المهم يعني في يعني هيك في هون مشاعر هيك مخربطة. But if I lay down and I play dead and I stay-